هذه الأشياء مخفضة لمناسبة حلول 2017. يجب أن أسرع لكي أشتريهم كلهم قبل نفاد الكمية. هذا الخبر مسابقة للرسم للفتيات فقط. أوه هذا مناسب لأخواتي باربي. يا باربي باربي تعالي. أوه هذا صوت كان يناديني. سوف أذهب لكي أرى ماذا هناك يا كان. انظر يا باربي، هناك خبر في الصحيفة عن مسابقة رسم للفتيات فقط بمناسبة حلول عام 2017. واو هذا جيد. سوف أخبر شخص، لأن أكثر واحدة في أخواتي تحب الرسم، وبعد ذلك سوف أخبر أخواتي. حسنا هيا اذهب أخبرهم. حسنا فتيات، لدي خبر رائع. ما هو الخبر الرائع؟ الخبر هو عن مسابقة للرسم للفتيات فقط لهذا لمناسبة حلول عام 2017، والفائزة ستكون فنانة 2017. واو أنا طبعا سوف أفوز، سأكون فنانة 2017. ماذا تقولين؟ لا تكون واثقة من نفسك، هناك غيرك أكيد سوف يفوزون. سوف نرى. أنا أكيد فنانة، أنا أجيد الرسم عندما كنت صغيرة. كفاكما شجارا يا فتيات. أنا سوف أخبر سوف أخبر ستيسي وسكيبر. حسنا وداعا. سوف نرى أيتها الفنانة. حبا يا ستيسي ماذا تفعلين؟ أوه لا شيء، فقط أرتب دولابي. وأنت ماذا تفعلين؟ لا شيء، فقط جئت لكي أقول لك هناك خبر رائع ومدهش. سوف يعجبك هذا الخبر. حسنا وما هو الخبر؟ الخبر هو عن مسابقة للرسم للفتيات فقط. لمناسبة حلول عام 2017، والفائزة ستكون فنانة عام 2017. أكيد سوف أشارك. وبالمناسبة يا باربي، حصلت على رامبو داش. حصلت في الكريسماس على رامبو داش، أقوى شخصية في مالتي بوني. نعم. وأيضا هل هناك شيء؟ لا شيء. حسنا أنا سوف أذهب لكي أخبر سكبر المجنونة. وداعا ستيسي، وداعا رينبو داش، نقضي أفضل الأوقات. كبر لدي خبر رائع. خميس مالح الجزال، مهما تستفزوني. سكبر ممكن توقفين الموسيقى قليلا؟ سكبر مرحبا سكبر. مهما تستفزوني، خميس مالح الجزل، أنا فوق السحاب هناك شوفوني. يوه خميس سكيبر وقف الموسيقى. سكيبر أنا كلمك سكيبر. أنا فوق السحاب. ماذا هناك يا باربي؟ الحمد لله. حسن سكيبر هناك خبر رائع. ما هو الخبر الرائع الذي جعلتيني أوقف الموسيقى؟ الخبر هو عن مسابقة للرسم للفتيات فقط. هذا هو الخبر الذي جعلتيني أوقف الموسيقى؟ هذا خبر تافه. والآن لو سمحتي أريد أن أسمع الموسيقى بمناسبة حلول عام 2017، والفائزة ستكون فنانة عام 2017. كم مرة أعيدها؟ حسناً. فنانة 2017. نعم. وعندما تفوزين سوف تظهرين على التلفاز مباشرة. كالنجوم. نعم كالنجوم. عندما أطلع في الشارع سوف يؤشرون لي يقولون هذه هي فنانة عام 2017، وثم يطلبون مني توقيعها. أكيد سوف أشارك. حسنا هذا جيد.
ياي أنا أكيد فنانة أكبر واحدة. إذا أنا فنانة في الغناء أيضا فنانة في الرسم، أنا فنانة في كل شيء. حسن يا طول فنانة. هل لك شيء؟ لا. وداعا. Happy New Year, Happy New Year. أكيد سأفوز. أنا بار عزيزتي سوف أخرج قليلا، ابقى مع والدك حسنا. تعال حسنا. زبال لا أدري أين هي. كان أنا سوف أخرج قليلا واشتري أدوات لرسم لأن خواتي كلهم سوف يشاركوا. حسنا هذا جيد. اهتم بأنا بار وإيزابيل. هل تعلم أين إيزابيل؟ لا أدري، لابد أنها في الغرفة. حسنا وداعا كان. الفن هو الجمال. حسنا. بو. وين هنا؟ هذه أنسي إيزابيل. تعال يا تولى أيتها الفتاة أيتها الفتاة الشقية. أمسكتك. ما رأيك أن تشاهدي التلفاز؟ حسن. واو انظري أنه سبونج بوب. ياي حسن ابقي هادئة. أحاول أن أركز. أين هي صحيفتي؟ إيزابيل. واو كم المحل جميل. كل شيء موجود هنا. حسنا سوف أخذ السلة وأشتريها. لا يوجد أنا الوحيدة الموجودة هنا. لابد أن يوجد مواقعا. مرحبا سيدتي، هل أنت فنانة؟ لا أنا فقط خواتي سوف يشاركون في مسابقة رسم. أجمعي يتحدث عن هذه المسابقة. حسنا حظ موفقا. شكرا لك. حسنا سوف أشتريها. لك ألوان جميلة. سوف أشتري هذه الألوان مناسبة للسكيبر، وهذه لكريسي، وهذه لستيسي، وأيضا سوف أشتري هذه الألوان لشلسي، وأيضا الفرش. حسنا وأيضا الفرش. توصل فقيلة. حسن سوف أخذ 4 فرش. هذا يكفي. وهذه لكريسي أيضا لأن كريسي مجنونة. حسن والآن سوف أشتري اللوحات. طبعا هذه لكريسي أحملها لا تكفي سلة. وهذه تقريبا لستيس لأن ستيس تحب أن ترسم الأشياء الكبيرة. أتوقع هذا يكفي. سوف أتي لهنا. وهذه مناسبة لسكيبر. يا ليت كان معي لكي يحمل هذه الأشياء الثقيلة. لا يهم، أنا قوية، لدي عضلات، أتمرن دائما. لا يهم، يمكن أن أحملها عنك يا سيدتي. لا 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 يهم. هذه سو كيوت، سوف أخذها لتشيلسي تناسبها. حسنا كم هذا الثمن؟ أنا سببت فوضى هنا. كم الثمن؟ الثمن الحساب 60 دولار. حسنا جيد. سوف أخذ هذه اللوحات ثقيلة. أكيد تساعدني على هذه اللوحة؟ أكيد. حسنا أين هي سيارتك يا سيدتي؟ يمين. حسنا إنها وردية. كان لقد عدت. ماذا اشتريتي؟ نعم اشتريت ألوان وأغراض وهكذا ولوحات للبنات. وبالمناسبة أين أنا بالو إيزابيل؟ لقد نامت بعد أن جننت.
حسنا. أنا ذاهبة لكي أعطي كريسي وتشيلسي لوحاتهم هما وأعرضهم هكذا. وحسنا. أدعك ودعا. تشيلسي، كريسي، أين أنتما؟ نحن هنا نشاهد التلفاز. ماذا لك يا باربي؟ انظر ما اشتريت لكما. أغراض وأيضا لوحات. نعم نعم هنا. واو باربي شكرا. عفوا. حسنا الآن سوف أعطيكم كل واحدة لوحتها وألوانها فرشتها. حسنا حسنا باربي. حسنا. هذه اللوحة لتشيلسي. هاي باربي لماذا لم تشتري لي مثل تشيلسي؟ واو أنا أكيد سوف أرسم رسمة جميلة وخيالية. سوف نرية مبدعة. قلت لك أن أعرف أن أرسم. حسنا كفاكم يا شجارة. هذه الفرشة لتشيلسي. وضعها هنا. وأيضا هذه الألوان. واو أنا ألوان الأكريليك. وهذه ألوان كريسي. وهذه فرشتك فقط. أين هي لوحتي؟ هل نسيتي؟ لا هي لوحتك. هي هذه صغيرة ليس مثل تشيلسي لديها كبيرة. ها أكيد أنا الأكبر. حسنا حسنا كفاكما شجارا. من الصباح وأنت من الصباح وأنت تشجرون. حسنا هيا استمتعوا شاهدوا كيف سأذهبوا لسكيبر وستيسي. وداعا. مرحبا انظروا ماذا اشتريت لكم. ألوان وفرش ولوحات. نعم لمسابقة الرسم. ياي ما أين هي لوحتي؟ أين هي لوحتي؟ حسنا يا ستيسي لوحتك هذه. ياي كبيرة وأخيرا كبيرة. وأيضا ألوانك يا ستيسي هي هذا. انظري. حسنا هذه السلة ضعها عندكم. يعني هذه الأغراض هذه لكم أنتم الاثنتان. حسنا حسنا فهمنا. وأين هي لوحتي؟ هي باربي لماذا لدى سكيبر لوحة أكبر مني؟ لأنها تقول أنها سترسم شيء كبير. نعم أنا سأرسم شيء كبير. سوف نرى. حسنا حظا موفقا. غدا سوف أستيقظ من الصباح الباكر وأرسم. أنا ربما أظهر. حسنا هيا اذهب لكي تنام لأن الوقت لقد تأخر. حسنا تصبح على خير. تصبح على خير باربي.
رأيت من لوحتي؟ وماذا عنك يا الفنانة؟ انظري ماذا رسمت. رسمت بينكي باي. يا إلهي، أنها ليست جميلة. لا تشبه بينكي باي، تشبهها كثيرا. مرحبا يا بنات، ماذا رسمتم؟ واو تشيلسي، رسمتك جميلة. واو أنت حقا مبدعة. شكرا باربي. واو كريسي، هذه رسمة جميلة. شكرا. من أفضل يا باربي، تشيلسي ولا أنا؟ بصراحة أنا أسفة يا كريسي. لا 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 لا، أنت قولي الاثنتان، قولي الصراحة. باربي عودي. ماذا فعلت ستيسي؟ واسكبر أنا وشوق سوف أرى ستيسي. ستيسي لم أرى هذا الإبداع، من متى أنت مبدعة هكذا؟ فقط اليوم. تعالي وانظري الإبداع الحقيقي. واو سكيبر، هذه لوحة جميلة. شكراً، انظري إلى الإبداع، أنا النجمة، أنا كيف سوف أفوز. لا تكوني واثقة من نفسك يا سكيبر. ماذا عنك؟ ما هذا الشيء؟ أنا فقط لون الأحمر. لا، هذا طائر خيالي. حسناً، كفاكم شجاراً. من الأمس وأنتم تتشاجرون، أنتم لستم صغاراً مثل شخصي وكريسي. حسناً، هذه لوحة جميلة. شكرا باربي، أتمنى لكم التوفيق. اليوم سوف أخذ اللوحات لأن المسابقة سوف تبدأ بعد أسبوع. حسنا باربي. وداعا. لا لوحتي، سأشتاق لها. لا أوش. لوحتي. متى ستأتي جلسة الأطفال؟ لقد أتت. تعالي خصي. مرحبا ستيفاني. مرحبا، أين الفتاتان؟ إنهم في الأعلى. حسنا شكرا. يا بابي، نحن في السيارة ننتظرك منذ زمن. باربي، أنا آسفة سكيبر، لقد أتت جلسة الأطفال. هذا جيد، هيا اركبي. باربي، متى سأتعلم السواقة في أحلامك؟ قد وصلنا. ياي. كريسي، نعم تيميكا، أين هي تشيلسي؟ تشيلسي هناك مع أخواتي. شكرا. تشيلسي. حسنا، أين هي رسمتك؟ هل هي هذه؟ إنها جميلة، أو التي في الأعلى؟ لا 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 لا، الذي فيها فراشات. لا، أنا ليست رسمتي. إذا أين هي؟
هذا. ما بك يا كريسي؟ لا شك أريد أن أذهب للحمام. لوحتي أفضل لوحة. هذه اللوحة المخيفة أكيد لن تفوز. شوزي شوزي ها تيميكا بحث عنك في كل مكان. حسنا لا يهم. أين هي لوحتك؟ أنا هنا. واو هذه هي بينكي باي؟ نعم هذه لوحتي. وأين هي لوحتك؟ لوحتي هذا الفراشات. واو إنها جميلة. بجانب لوحتي أختي. تقصدين في هذا فوق لوحة أختك؟ نعم. هيا لماذا ترسم أختك هكذا؟ طب لا أدري فقط قالت أنها تريد أن ترسم هكذا. لا أدري ماذا أقول. تشيلسي ما بكي أشي. فلاترشاي كيف أنت مهرة أليس كذلك؟ نعم. لماذا تحولتي إلى فتاة؟ لا أدري. هل أنت مشاركة؟ أو هكذا تأتين لكي تراني الرسمات؟ لا أنا مشاركة. أين معي؟ ما هي رسمتك؟ رسمتي هناك. أين هي؟ هذه الفواكه. واو الفواكه. هل هذه بينكي باي؟ نعم هذه لوحتي. لو كانت بينكي باي هنا سوف تعجب بهذه اللوحة. سوف أصورها لبينكي باي. حسنا يا لوحتي. أرى بعيني. لوحتي. ماذا تفعلين أنت هنا سكيبر؟ كيف حالك؟ أنت مشاركة؟ نعم. ماذا عنك؟ أنا أيضا مشاركة. أين هي لوحتك؟ أين هي لوحتك أنت؟ طبعا هذه هي لوحتي حورية البحر. واو جميلة. لكن ليست أجمل من رسمتي. أين هي رسمتك؟ هذه. ما هذا الشكل؟ أنت لا تعرفين شيئا عن الفن يا عديمة الذوق. عودي عودي. أين هي لوحتي؟ أين هي؟ ماذا؟ هل أسمع صوت أمالي؟ لا 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 أكيد أنا أتخيل أنا أتخيل. خذ النفس العميق يا ستيسي. ماذا موجودة؟ لا 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 مستحيل مستحيل مستحيل. أنا كذا أحلم. سأضرب نفسي كفا. هل أختك مجنونة؟ لا أدري. هيا فلنذهب بعيدا. ماذا أيها المجنونة؟ أين هي؟ سيدة! هناك وحش هنا. شكشي هل أشغلية؟ ألا؟ أولي أنت تشليلي؟ أذكرك. هل أشغل الثالثة؟ أنت مشاركة؟ أيضا نعم أنا الثالثة. أليس حسشي؟ أنت أرين لوحتك أولا. حسنا هذه لوحتي. ماذا الفراشات؟ لا الأرنب الأحول. ماذا أرنب أحول؟ هاي أكيد لن تفوزي. وأنت أين هي لوحتك؟ لوحتي هنا. أيوة أخيرا لقد وجدتها. ما هل السيل الأحمر؟ هذا طائر خيالي. خيالي واسع يا سيسي. حسنا هيا كل واحد تقف بجانب لوحتها لأن الفنان العالمي مسيور خوسي سوف يأتي لكي يرى لوحاتكم. ماذا فنان العالمي؟ لا 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 أنا خجولة كثيرا. لا تخجلي يا فلاترشاي.
أنه فقط اسم غريب خوسيه. اسم أبلة. اسم طيح سكابة. أول مرة مسيو خوسيه. موجود. ما هذا؟ هل هو أعمى؟ لا أدري. لابد أنه هو فنان عالمي أعمى. شو أنه ليس فنان أنه ليس فنان عالمي أعمى. إذا لماذا لا تمسكين يده لكي لا يفلت؟ سوف يسبقكم. بوجو أنا ميسيو خوسيه. كل شيء جميل. أيتها الفنانات الصغار. تؤمنون سيد خوسيه؟ صاحبة من هذه اللوحة الجميلة؟ أنا يا أيها الأستاذ. هذا جميل. هذا منظر طبيعي. أنا أحب الشروق. أحب الشروق. شكرا لك يا سيد خس. خس؟ خس؟ هذا اسم جميل. أختصر لي اسمي خس 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 خس. ماذا الخس من الخضروات؟ اسمه خسيه. أنا آسفة سيد خوسيه. لا عليك، هذا اختصار لاسمي. نادوني خاص من الآن فصاعدا. خاص. هذه لوحة جميلة. صاحبة من هذه اللوحة؟ أنا أيها الأستاذ. واو، هذه لوحة جميلة. أنا أحب سفن كثيرا. شكرا أيها الأستاذ. عفوا. واو، صاحبة من هذه اللوحة الحمراء؟ أنا. مرحبا، أنا اسمي ستيسي وهذه لوحتي عبارة عن طائر خيالي. لا، أنا فقط اخترعته. واو، هذا جميل، أنا أحب الخيال جدا. شكرا أيها الأستاذ خوسيه. صاحبة من هذه اللوحة؟ لا أدري أين هي. مكتوب عليها فلاتر شاي. انا هنا. ها، انا اسمع صوتها. اين هي؟ انا هنا. هل هذا شبح؟ تعالوا هنا. انا خلفك. ها، لماذا تختفين ورائي؟ لا ادري حبيبتي، لماذا تجفين؟ ماذا؟ خجولة. أنت شوي حسنا، ما عبارت هذه الفواكه؟ فقط فواكه. حسنا، لكن جميلة. شكرا مجددا. صاحبة من هذه اللوحة؟ هذه لوحة جميلة، فردة من نوعها. صاحبة من هذه اللوحة؟ مكتوب عليها سكيبر. لا تكون أنا خجولة مثل فلاتر شاي. لا أدري أين هي. ستيسي، أين هي أختك سكيبر؟ هل أنتم خوات؟ نعم، لكن أنا موجودة، لكن لا أدري أين هي. أنا هنا. أين هي؟ أنا في الأعلى. راس. تعال هنا، تعال. كيف هل قطعت راسك؟ لا أيها الغبي، أنا فقط أتسلق. أحب التسلق. حسنا، اشرحي لنا على لوحتك. أنها حرية البحر، تريد أن تكون بشرية، ولكن لا تستطيع أن تحقق أحلامها. لا أدري، فقط مع السمك الأسود فقط. حسنا، لوحة جميلة، هيا استفني. صاحبة من هذه اللوحة التي في الأسفل؟ أنا. مرحبا. ما هي عبارة عن لوحتك؟ لوحتي عبارة عن بيت قديم لا أحد يأتي إليه لأنه مسكون. مسكون. أمزح، أنا فقط منزل عادي. خبيني وراك يا ستيفاني. حسنا، شكرا. عفوا يا الأستاذ خوسيه.
ولوحة من هذه الكيوت؟ أحب الرسومات الصغيرة. لوحتي أنا. هذا الشعر المكنسة. هذا شعر مكنسة؟ لا حبيبتي، أنا الفنان العالمي، أنا هو مشهور. مشهور؟ هل هو مثل أختي باربي؟ من هي باربي؟ من دخلك أصلاً؟ حسن، ما هي عبارة عن لوحتك؟ لوحتي عبارة عن منظر طبيعي جميل، أتمنى لو كنت هناك. حسناً، هذا جميل، واو، هذا جميل جميل جميل. أنت ممتازة في الرسم، كونوا دائما هكذا. أكيد أنا فنان ليس مثل أختي شانسي هذه الغبية. أسمعك. حسن، هيا فلنذهب. بيكي بوي، ما من هذه العبقرية التي رسمت بيكي بوي؟ بيكي بوي يحبه كثيرا. كنت عندما كنت صغيرا كنت أشاهد بنات هيبوني. كنت أخطر شخصي يعني بيكي بوي. من العبقرية هذه التي رسمتها؟ أنا. أنت؟ واو، أنت فنانة. أنت فنانة فنانة جدا 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 جدا. شكرا أيها الفنان خلصين. وما هي عبارة؟ ما تفعل بينكي باي؟ بينكي باي تحضر حفلة لصديقاتها. تشاهدين مالت البوني؟ نعم. لوحة من هذه؟ كأنها شجرة نائمة. ماذا تقصدي بالشجرة النائمة يا هذا؟ أنا آسفة أيها الفنان. هذه عبارة عن رجل يتخيل أنه شجرة. أنا أحب هذه الأفكار. أنا أحب هذه الأفكار الخيالية السريالية. أنا أحب هذه الأشياء. أنت تعبرين على رجل يتخيل نفسه شجرة. أنا أحب هذه الرسوم. حسنا، شكرا لك. عفوا. ما هذا الأرنب العجيب؟ أنا أحب هذه الرسوم. هذه رسمة أنا. أنت؟ نعم، أنا الذي رسمت هذا الأرنب الأحول. وما سر هذا الأحول؟ عندما الأحول يصطحب إلى عالم آخر. أنا أحب هذه الرسوم الجميلة التي تعبر عن أنت تعبرين عن الحول. نعم، عن الشعب الملح والكرصي. أن هذا الأرنب يتأخر أنه في مسرح. أنه نسم. حسنا، واو، أنا أحب هذه الرسوم جدا جدا جدا. واو. حسنا، شكرا أيتها الفنانة الصغيرة. عفوا يا الفنان. خس ياد، خس ياد من جديد. حسن، وداع وسعن. لوحة من هذه التي في الأسفل؟ تبدو جميلة. هذه لوحتي والأستاذ خس. اسمه خوسيه. نعم، خوسيه. هذا وجه كلبي. هل كلبك بهذه الألوان؟ لا، أنا أتمنى كلبي بهذه الألوان. نعم. حسنا، هذا جميل. قلت الفنانة الصغيرة. شكرا أيها الأستاذ. عفوا. من هذه الكيوت التي فيها فراشات؟ لوحة من هذا؟ أنا أيها الأستاذ خوسيه. ما تعبيرك عنها؟ تعبيري هو أن هذا منظر جميل وفيه فراشات، يعني أتمنى أن حديقتي مليئة بالفراشات، يعني أحب الفراشات كثيرا. هذا جميل جدا. شكرا أيها الأستاذ. عفوا. لوحة من هذا؟ أحب هذه الرسوم. إنه الفن بأكمله. هذه رسمتي. هذه رسمتك يا بينكي. أنت تحبين بيكي باي؟ نعم، أنا أحب بينكي باي، لكن أحب أبل جاك. حسنا، وما تعبيرك عن هذه الفنون الألوان الموضحة؟ أنا هذه تعبير عني، أنا غاضبة، لأن عندما رسمتها كنت غاضبة، لأن
أختي تعرف أن ترسم أفضل مني مثل هذه الفراشات الصغيرة. هذا تعبير جميل. واو، حب هذه الفنون. الجميع سيفوز. لا أيها الأستاذ، هناك فقط 5 فائزين. صاحبة من هذه اللوحة الجميلة؟ صاحبة من هذه اللوحة؟ أنا أيها الأستاذ خوسيه. ونعم هذه لوحة جميلة. شكرا لك. عفوا، ما هو تعبيرك عن هذه اللوحة؟ عبارة عن بقع بنية فقط. أنا أحب أن أرسم هكذا. هذا شكل، عندما تقلب الرسمة سيصبح لك شكل جميل. حقا؟ نعم، شكل خيال لا تعرفه. نعم هذا جميل، لكن للأسف لا يمكنك أن تقلبها. يشعر المكنسة. حسن، وداعا يا الفنان. وداعا؟ لماذا الجميع يناديني بشعر المكنسة؟ لا أدري. رسمة من هذه الشمس؟ أيتها الفنانات، صاحبة من هذه رسمة الشمس؟ أنا تبدو كيوت. هنا سيدي يا الأستاذ. أنت لا تزعمتي هذه الشمس؟ لا أنها ابنتي. أنت التي رسمتيها. هذا شيء غريب. أين هي ابنتك؟ تعالي هنا. أيها الأستاذ خوسيه، هذه الفتاة الوحيدة التي نطقت اسمي بشكل صحيح. الجميع قال عني اسمي خاص وهكذا. كيف ابنتك قالت اسمي بشكل صحيح؟ لأن جدتها إسبانية وجدها اسمه خوسيه. حسن، ما هو تعبيرك عن اللوحة؟ تعبيري على اللوحة هذه الشمس، يعني أحب النهار وأحب أن ألعب، لكن في الليل ننام وهكذا. أحسنت، هذه لوحة جميلة. هل سأفوز؟ من الممكن فوزي. ياي، سأفوز. حسناً، وداعاً أيتها الفنانة الصغيرة. شكرا أيها الفنان. صورة من هذا؟ كان رأيتها في مكان ما. على إنستغرام. ما بك؟ مرحبا، أنت الذي رسمت هذا الفيس؟ نعم. كيف رسمت؟ يعني لماذا لم... لا عليك، لقد نسيت ما قلت. نعم، أنها رسمة جميلة، أنا أحب هذه الرسوم. شكرا أيها الأستاذ خوسيه. أنا سأسألك سؤالا، أنصحك أن تضعين له شعرا. حسن، أنا آسفة، أنا فقط. لا تغضبي يا الفنانة الصغيرة، أنت لماذا تتدخلين فيها؟ أنا لم أتدخل، أنا فقط قلت لها أنصحك أن تضعين شعرا، لأن فقط هكذا وجه. لا دخلكما في رسمتي. حسن، علينا أن نفوزها على الأقل. المركز الأخير، نفوز. كأنها قمة ذرية. نعم حسن، رسمة جميلة. شكرا يا الأستاذ. أحب الطبيعة الصامتة. ما بك أيها الأستاذ؟ الفتيات جميعهم ينظرون إليك. أنا أحب هذه الأشياء. سيدي، أنت من رسم هذا؟ نعم أنا من رسم هذا. واو، هذا جميل جدا. شكرا لك يا أيها الأستاذ خس. نعم، عفوا، رسمك جميل جدا، من علمك؟ لوحدي. واو، كوني هكذا يا أيتها الفنانة الصغيرة، عندما تكبرين تصبحين رسامة مثلي أنا. سنعلن فائزة فنانة عام 2000
17 والفائزة في المركز الأول هي أكيد أنا الفنانة سكيب. لا أكيد أنا. في أحلامك يا شولسي. وهي شولسي. ماذا؟ هي كريسي. يا أنا المركز الثاني. حسنا حبيبتي خذي هذا الدرع. يا أنا المركز الثاني. إذا بالمركز الثالث هي المريضة اللوحة الأرنب والأحوال. لقد فز أمي لقد فز. مبروك يا ابنتي. حبيبتي هيا خذي درعك. سيد أمي لقد فصل. حسنا المركز الرابع هي أكيد أنا سكيبر. هي ستيسي. ماذا؟ ياي أنا المركز الرابع. ياي هيا خذي درعك. ياي أنا المركز الرابع. والفائزة بالمركز الخامس هي أنا أكيد. المركز الخامس هي سكيبر. لقد فزت. أنا فنان أكيد. ها 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 ها. لقد فزت. مبروك يا سكيبر. أكيد أنا. لماذا لا أكون المركز الثالث أو الثاني على الأقل؟ والفائزة في المركز السادس أو الأخير هي جيميكا. ياي لقد فوز. ياي ماذا لم أفوز. ياي لقد فوز. شلسي لقد فوز. مبروك يا جيميكا. والباقي حظ موفق للمرة المقبلة. اهجموا عليه. لا 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 أنا أسف هذا أريف المقد مسابقة. اهجموا عليه. هذا لا يجوز. لا ابتعدوا عن الأستاذ. عليكم أن تحترمونه. ابنتي ابتعدي. قطع عليا. أدرتها. ابتعدوا عن الأستاذ. أنا أيضا سأضربه لأنه يستحق ذلك. لماذا يبغى يرسل في المركز الخامس؟